شيعت ولاية تسمسيلة في جو جنائزي مهيب جنازة شهيد الواجب الوطني العريف الأول قصدي محمد ببلدية برجبون عام والذي وافته المنية في مدينة وهران. المزيد من التفاصيل في التغطية التالية. ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ استشهاد العريف الأول قاصدي محمد بعد عمر حافل بالعطاء استوفى للوطن حقه حين أدى واجب الدفاع عنه إلى غاية استشهاده في ميدان الشرف مخلصا وفيا لوطنه. للأجيال أروع الصور في حب الوطن والتفاني في خدمته. وأمام هذا المصاب الجلل أتوجه أصالة عن نفسي ونيابة عن كل مستخدم الناحية العسكرية الثانية إلى أسرة الفقيد وإلى كل من عرفه وخاصة رفاقه في العمل بأصدق التعازي وأخلص المواساة، سائلنا المولى جلت قدرته أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنة الفردوس مع عباده الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأن يلهمكم وذويكم جميل الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. قائد الناحية العسكرية الثانية اللواء براكني محمد الطيب. إن لله وإنا إليه راجعون. وفي خبر آخر